اوكي، احنا النهارده هنبدا اول حاجه البير تو بير، بير تو بير نتورك. تمام، هناخد بير تو بير نتورك كلاس A وكلاس B وكلاس C بناء على الايه، السبنت ماسك اللي احنا خدناه قبل كده. قلنا ان انا عندي كلاس A لحد الماكسيمم لانز عندي لحد 126، وبعد كده كلاس B لحد تقريبا 190، وكلاس C لحد 254. تمام، فاحنا هنعمل بير تو بير نتورك بكلاس A وكلاس B وكلاس C. اوكي، طيب اللي بيحدد لي الكلاس بتاعي اللي هو اول رقم في الايه، في الاي بي ادرس، هو ده اللي هو بيبقى الماكسيمم نمبر اوف لانز. فاحنا هنعمل افتراضي، تمام، هنعملها افتراضيا لكل نوع. ماشي، هنعمل ايه، هنعمل نتورك منفصل عن التاني. اول حاجه هنبدا بيها دلوقتي ان انا هبتدي اعمل الديفايسز بتاعتي، هكونكت الديفايسز ببعضها. تمام، فهجيب هنا الاند ديفايسز، هكونكت بي سي ببي سي اللي هو ده، دي البير تو بير. اوكي، وهعمل واحده تانية هكونكت لاب بلاب، والثالثة هكونكت ايه، بي سي بايه، بلاب. هنعمل واحدة كلاس ايه، واحدة كلاس بي، واحدة كلاس سي. طب عشان اكونكت الاجهزة ببعضها لازم الكيبل اللي احنا هنستخدمه، دي الكيبل تحت هنا، الكيبل اللي هنستخدمه هيبقى كروس اوفر. الكروس اوفر ده لو رقم رابع واحد هستخدمه لو انا هكونكت تو بي سيز ببعض، او تو لابتوب ببعض، او تو هاب ببعض، او تو سويتش ببعض، يعني اي جهازين، اي نتورك ديفايسز هما الاتنين زي بعض بكونكتهم بالايه، بالكروس اوفر. لكن لو انا هكونكت جهاز مختلف عن جهاز تاني، يعني مثلا هكونكت هاب ببي سي او سويتش بي سي، او هكونكت راوتر بهاب او راوتر بسويتش، هستخدم اللي هي الايه، هستخدم اللي هو الستريت ثرو. اوكي، طيب انا دلوقتي هكونكت بي سي بي سي، فهستخدم هنا الايه اللي هو الكروس اوفر رقم 4، عملت له سيلكت، وهاجي هنا هختار الفاست ايثرنت 0. انا فاست ايثرنت 0 ليه؟ ده اللي هو الخاص بالنتورك، لان الثانيه اليو اس بي واليو اس بي مش هستخدمه في النتورك، لا هي ولا الايه، الار اس 232. فهقول هنا فاست ايثرنت 0، وهنا فاست ايثرنت ايه 0. الشبكه اللي بعدها نفس الكلام، فاست ايثرنت 0، فاست ايثرنت 0. الشبكه الثالثه برضو هنبقى كروس اوفر، فاست ايثرنت 0، فاست ايثرنت 0. طيب هبتدي اعمل بقى الاي بي ادرس لكل شبكه فيهم. قلنا الاي بي ادرس ليه طريقتين، الطريقه الاولى ان انا هاجي عند هعمل له سيلكت، هدوس عليه كليك واحده، هدوس على كونفيج فاست ايثرنت 0، وابتدي احط الاي بي ادرس بتاعي. انا هنا هعمل كلاس ايه، هقول مثلا على سبيل المثال 10.10.10.1، واقف هنا على السبنت ماسك، هيجيب لي على طول الكلاس بتاعي لان هنا كلاس ايه، فهو جاب لي الكلاس على طول. طيب هاجي في البي سي التاني برضو، هما نفس الشبكة، فلازم يبقى نفس الاي بي اللي هغير فيه بس اخر رقم. يعني انا لازم يبقى عندي الثلاث ارقام الاولانيين لان هي نفس الشبكة هما بس الرقم الاخير هغير بقى، ما عندي من الزيرو ل255 افيلابل، ده على نفس الشبكة. اقول هنا ايه 10.10.10.2. اوكي، طيب دي اول ايه شبكه. طب ايه الطريقه الثانيه اللي انا اقدر اعمل بيها الاي بي ادرس؟ برضو هعمل كليك على البي سي وهدوس ديسك توب اي بي كونفيجريشن، وابتدي احط برضو الايه الاي بي بتاعي. انا هنا هشتغل على كلاس بي، فاقول مثلا 130.100.1.1 السبنت ماسك. تمام، والجهاز الثاني هبتدي اقول ديسك توب اي بي كونفيجريشن هنا 130.100.1.1.2 بقى، ما ينفعش ادي نفس الاي بي ادرس لايه، لاكتر من جهاز، هيبقى فيه هنا عندي كونفليكت، او السبنت ماسك بتاعي 255.255.0.0، ده كده كلاس بي. طيب الشبكه الثالثه هعملها كلاس سي بقى، هعمل كل واحد فيهم بطريقه
من الطرق. اول واحده هقول config fast ethernet 0، هقول الشبكه الثالثه اللي هي كلاس سي 192.168.1.1، هيبقى كلاس سي لو انت 55.255.255.0. طيب الثانيه هتبقى اقول ديسكتوب اي بي كونفيجريشن، تمام، 192.168.1.2، اداني سبنت ماسك. طيب قلت لو انا عايز اعرف الاجهزه دي كونكتد ببعض، تمام، ايه الامر اللي بستخدمه عشان اشوف الجهاز ده كونكتد بالجهاز التاني على نفس الشبكه او اي شبكه تانية؟ بكتب امر ايه؟ امر بينج، بينج، وبكتب الاي بي ادرس بتاع الجهاز اللي انا عايز اشوفه هو كونكتد بالجهاز بتاعي ده ولا لا. هنا الاي بي ادرس مثلا بتاع الجهاز التاني اللي هو ايه، 10.10.10.2، تمام، وقلنا سلاش 8 الرقم اللي بعد السلاش ده بيحدد لي عدد الوانز اللي موجوده في الايه، في السبنت ماسك بتاعي. فانا هنا عشان انا كلاس ايه فمديني سلاش 8، يعني انا عندي هنا 255 بس، لان كل 255 هيقابلهم 8 وانز. طب هنا هتلاقي سلاش 16 عشان عندي 255 و255، هنا عندي 24 يعني سلاش 24 عشان عندي 255 و255 و255 ايه 0. طب عايز اشوف الجهاز كونكتد بالجهاز التاني ولا لا، فهفتح هنا هقول له ديسكتوب كوماند برومبت بينج 10.10.10.2 وادوس انتر. طيب هنا اداني ايه؟ اداني ان هنا في كونكشن، لان في رد جالي من الجهاز التاني بيقول لي ريبلاي فروم 10.10.10.2، والعدد البايتس اللي اتبعتت قد ايه، والتايم اللي خدها قد ايه، اوكي، كل ده قالهولي. وبقى هنا يعني بعت 4 مرات، فهنا جالي بقى الاختصار، قال لي الباكتس اللي تم عمل سند ليها 4، والريسيفد 4، ولوست مفيش عندي لوست، اللوست عندي 0، فزيرو في المية ايه لوس. وهنا التايم بتاعي الماكسيمم اللي استغرقه قد ايه، والمينيمم سوري 0، والماكسيمم 28، اوكي، والافريج بتاعي 7، اوكي. طيب لو مفيش كونكشن هلاقي طالع لي هنا ريكويست تايم ايه اوت، اوكي. طيب في امر تاني برضو ان انا اقدر اعرف بيه الاي بي ادرس بتاع الجهاز بتاعي لو انا مش فاكره، او مش الجهاز بتاعي بقى، مش الجهاز التاني، الجهاز اللي انا واقف عليه اللي هو اسمه ايه، اي بي كون ايه كونفيج، اي بي كونفيج، وادوس انتر. او سوري كتب غلط، اي بي كونفيج انتر، جاب لي الايه، جاب لي الاي بي ادرس بتاع الجهاز اللي انا كونكتد ايه بيه اللي انا واقف عليه اللي هو 10.10.10.8.1، والسبنت ماسك بتاعي اللي هو 255.0.0.0، تمام. يبقى احنا كده خدنا الايه، البير تو بير، لو هي كلاس ايه او كلاس بي او كلاس سي. طب انا لو عايزه ابعت مسج ببعتها ازاي؟ هاجي مثلا هنا عند الاد سيمبل بي دي يو، اختار المسج واجي هقول له هنا ايه المسج من الجهاز ده للجهاز ده، وهاجي هنا على السيميوليشن، تمام، واقول له ايه رن، تمام. عندي هنا البروتوكول بتاع اي سي ام بي، اي سي ام بي ده هو ده المسؤول عن ارسال المسج جوه ايه، جوه الشبكه، تمام. خلاص هو كده اتعمل لها ترو، هي كده خلاص راحت وايه وجت اتبعتت ايه صح، تمام. في مشكله؟ تمام.